واحنا داخلين الجامعة الذكريات بتاعت المدرسة بترجع للواحد ويقعد يفكر ويفتكر قد ايه الايام دي كانت جميلة. ازاي كل واحد فينا كان مختلف، خصوصا في الطريقة اللي بيفهم بيها. في واحد كان بيلقطها وهي طايرة، وواحد تركيزه على قده، وواحدة كانت بتتأخر شوية، والتاني كان بيحتاج محفزات، واحد فايق وواحدة رايقة، وواحد مش فارقة معاه. كل واحد فينا وصل للجامعة مميز ومختلف. طب ازاي نعلم كل واحد فينا بنفس الطريقة واحنا كلنا مش زي بعض؟ الحل في فكرة، وفكرتنا بتبتدي ان كل المحاضرات تتسجل وتتحمل على السيستم بتاع الطلاب كل اسبوع، علشان كل طالب يقدر يشوفها مرة واثنين وثلاثة لحد ما يحس انه فهم. ومن نفس السيستم يقدر يبعت للدكتور أسئلة والدكتور يرد عليه. طب ازاي هنكسر الملل في المحاضرات ونخلي كل حاجة ليها علاقة بالشغل اللي بجد؟ استنونا في اللي جاي. أصل لو انت ما بتركزش أو ما بتلحقش، ده مش معناه انك ما تتعلمش. CIC, make it happen.